أول إشاعة بتقول إنك اتجوزتي من مطرب المهرجانات عمر كمال بعد الكليب بتاع لامبورجيني. دي إشاعة تافهة. والله ما أنا أي حد اشتغل معايا يجوزوني على هو ليه أي حد فعلا بيشتغل معاك يجوزه لك؟ يا ست جميلة ولذيذة ودمي شربات، يعني لازم تطلع علي إشاعات طول الوقت؟ عادي أموت أنا أوفر، أموت أنا في التواضع. جوزوني وطلقوني كتير قوي قوي. ليه معاكي أنت مش مع كل زمايلك؟ مش عارف متحدني. أكيد في سبب. هي الستة ما بتكون جميلة شويتين تلاتة أربعة خمسة كده، قولي 10 12 دايما بتكون معرضة يعني للإشاعات. ممكن تتجوزي راجل أصغر منك لحد كام سنة؟ أنا مش عايزة أتجوز تاني يا استاذة يا أختي، مش عايزة أنا كده مالكة. حرمتي. مالكة. لا لا أنا الفكرة إيه نفسها، لا بجد مش عايزة أنا كده يعني مالكة. طب إيه شروط جوازك الجديد؟ لا يبقى طيب ولطيف ولذيذ وغني وكريم ومحترم وما بيشوفش أعمى. ما تتجوزيش أحسن، مش هتلاقيه ده أصلاً.